السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتكلم عن موضوع الأشجار المثمرة مثل هذه الليمونة أو أيا كانت الأشجار المثمرة، لأن عموما الأشجار المثمرة معرضة للهجوم من الحشرات ونلاقيها في أعلى الشجرة بغض النظر إن كانت من أسود أو الميلي باج أو حشرات الدقيق أو أيا كانت من الحشرات. هذه الحشرات لازم نفهم السبب، وراح أعطيكم حلين بسيطين جدا في متناول الكل على أساس نقلل من هذه الإصابات ونحمي أشجارنا المثمرة في البيت أو أيا كانت حتى لو في المزارع. مثل ما احنا ندري الحين في أشجار مثمرة قاعدة تزيد عندنا في المنطقة في الخليج بسبب الاستيراد، يعني مثلا أول عندنا اللوز، الليمون، الرمان، أنواع بسيطة، ولكن الحين بسبب انفتاح العالم وانفتاح الأسواق صار في عندنا تفاح، كرز، خوخ، المشمش، أنواع جديدة قامت تدخل بسبب استيراد واستزراعها في المنطقة. فهذه أيضا أساسا هي مو متعودة على المنطقة، راح تأخذ وقت إلى أن تتأقلم، فنبي نحميها ونحمي الثمر، وهذه أشجار نشتريها بسعر مكلف، فنبي نحميها من الهجوم من هذه الحشرات. فأولا راح أتكلم معاكم أن احنا نفهم هذه الحشرات أساسا من وين قاعدة تجينا. من الأسباب الرئيسية أو السبب الأساسي لما نشوف هذه الحشرات من أو من الحشرات الثانية مثلا حشرات الدقيق، أو في حشرات تنقل الأمراض اللي تنقلها هذه الحشرات المن إلى الحمضيات، مثلا في مرض قاتل جدا للحمضيات وما له حل لحد الحين اللي هو الهوانغلونغ بينغ أو HLB، هذه ينتقل عن طريق هذه الحشرات ويقتل لنا الأشجار بكبرها، فالأشجار تموت وسهل جدا أنه ينتقل من شجرة إلى شجرة عن طريق حشرات المن. فإحنا لازم نفهم لما نشوف نمل يمشي على ساق الشيرة أو في حركة نمل على الشيرة، لازم نفهم أن النمل هو اللي قاعد يرعى حشرات المن والحشرات الثانية لأنه يتغذى عليها بسبب إفرازاتها اللي فيها نسبة عالية من السكريات شبه العسلية، يعني فالنمل يتغذى عليها. حشرات المن في لها حشرات تفترسها مثل الدبور وأنواع من الدبور وحشرات ثانية اللي يسمونها النوع من الخنفسانة أو القبسة أو في لها أسامي كثيرة، ففي هذه الحشرات تتغذى عليها، ولكن وجود النمل يعني أن النمل يدافع عن هالحشرات ويحارب الحشرات اللي تفترس المن. فإحنا كيف نساعد أن نقلل من حركة النمل على الأشجار أساس نعرض هذه الحشرات للحشرات اللي طبيعيا تفترسها وتعالجها؟ فهذه اللي راح أتكلم معاكم فيه. فمثل ما احنا ملاحظين يعني النمل طبيعي انه راح يتسلق الشيرة من ساقها من اساسها، فراح يمشي من الساق ويتسلق ويمشي ويصعد الى الشيرة، وراح تنقل النمل راح ينقل المن على ظهره الى ان يوصله الى اعلى الشيرة، ويبتدي المن يتغذى على الشيرة، وهذا اللي راح يسبب لنا المشكلة. فهو اساس المشكلة تسلق النمل للشيرة. فمثل ما قلت لكم عندي حلين بسيطين. أول حل اللي هو حل بسيط جدا، إن احنا ناخذ الفازلين، ناخذ فازلين مثل دي فازلين عادي، فإن احنا ناخذ من الفازلين ونحط طبقة ممكن هني أو ممكن أعلى حتى على أساس بس نرفعها عن مستوى الغبار على أساس الأتربة والهذه ما تعلق في الفازلين. الفازلين هو راح ما ينفر النمل ولكن يسبب لها حاجز ما تقدر النمل تعبره، فما تقدر تمشي وتنتقل على الشيرة. ممكن نحطها في الأعلى مثل ما ذكرت، فيكون بطبقة شوي سميكة، يعني مجرد نعطيه طبقة. هذه ما يضر الشيرة طبعا، ما يسبب لها أي ضرر، فمثل ما قلت ما يسبب لها ضرر، ولكن الهدف منه أنه يعيق حركة النمل على الشيرة. فهذه طبعا بعد 3-4 أيام بسبب الغبار والأتربة وكذا، فراح نحتاج ممكن ننزيله أو
مجرد ان ننظفه ونحط طبقه جديده بسبب الغبار وكذا. واحيانا النمل ايضا يبتدي يوصل مرحله ياس فيبتدي يضحي بنفسه ويخلق جسر من النمل على اساس يتسلقون على بعض، والنمل اللي تحت يعني كانهم ينتحرون، فيصيرون هم معبر او مطوف للنمل الباقي انه يصعد وينتقل الى اعلى الشجره. فهذه حل واحد بسيط مثل ما ذكرت اللي هو الفازلين. الحل الثاني وايضا بسيط وفي متناول الكل وما يتطلب ادوات متخصصه، اللي هو الشريط الرصاصي اللي هو اللاصق هذه. فناخذ منه، ناخذ الشريط بهذا الشكل، ولكن ما راح نلصق الجزء اللاصق ذي داخل، لا راح نلفه انه يكون للخارج مثل ما احنا شايفين. اول شيء الفه بهذا الشكل وخلي الجهه اللاصقه الى الخارج، وراح ابينها لكم بشكل مقرب اكثر. مثل ما احنا شايفين هذه بهذه الطريقة احنا نحط الشريط، وايضا لو حبيت ان احط طبقة تكون سميكة اكثر اخذ شريط ثاني والف من الاسفل الى الاعلى، يعني ما الف الطبقة الثانية تحت، لا الفها فوقها علشان النمل ما يدخل من الاسفل. فهذه صار كأنه طبقة فوق ما في فتحات، فهذه راح أيضا يعيق حركة النمل وراح يبتدي يلصق فيه. مثل ما قلت بسبب أنه لاصق وإحنا جونا ما شاء الله مغبر وفي أتربة وكذا، فنحتاج بعد فترة أن نبدل الشريط أو ممكن نلف عليه مرة ثانية، ما راح يخنق الشيرة لأنه في مسام، فممكن مجرد نلف عليه أو إذا حابين ممكن نزيله ونرد نضيف طبقة ثانية محلها. فهذه مثل ما بينت لكم عندنا طريقتين بسيطتين جدا ان احنا نقدر نحمي اشجارنا من او نقلل على الاقل من نشاط النمل اللي يصعد وينقل لي الحشرات اللي راح تتغدى على الشيره، بالذات ان احنا الحين داخلين على ربيع وراح يصير في تزهير وفي تثمير ان شاء الله، فهذه راح يكشف الحشرات اللي موجوده في اعلى الشجره انها تكون عرضه للحشرات اللي تتغدى عليها، مثل ما ذكرت الخنافس والدبور وكذا. فبدون حماية النحل راح تنكشف وراح يكون في مكافحة طبيعية منها ومن نفسها. أيضا لما نبتدي احنا نبتدي نساعد أيضا ان نرش بزيت النيم، هذه أيضا راح يساعد في تقليل الإصابات لأن النمل قل، الحشرات بدأت تدخل وتكافحها، وإحنا أيضا بدأنا نضيف المبيد الطبيعي والعضوي لها، ف راح الإصابات إن شاء الله تقل عندنا بشكل سريع جدا. نقطة مهمة لازم أذكرها لكم إن إحنا نتأكد إن هل في مكان ثاني إن النمل يقدر يصعد للشيرة؟ مثلا تكون الشيرة مثبتة بعصاه، فالعصا راح تكون معبر للنمل إنه يصعدون ويتسلقون للشيرة، فنحمل العصا هذه أو اللي نستخدمها لتثبيت الشجرة. إذا الشجرة مايلة على جدار، هذه الجدار ايضا راح يكون مكان ان النمل يقدر يتفادى هذه الشريط والفازلين ويصعد من الجدار ويصعد للشيره، فلازم نوفر الحمايه من هذه الجهه ايضا. وهذه هي الطريقه، فلازم ننتبه انه ما في مناطق ثانيه النمل ممكن يصعدون الى الشجره، وهذه اساليب ما فيها اي مبيدات ان احنا نساعد النبته ونساعد الحشرات اللي تفترس الحشرات مثل المن والحشرات الدقيقية وغيرها اللي تضر أشجارنا المثمرة وحتى أشجارنا العادية. فأتمنى أن استفدتم من هذا الفيديو البسيط واللي وفر لكم إن شاء الله حل بسيط وعملي لحماية أشجاركم، بالذات الأشجار المثمرة في الحديقة، وتحصلون المحاصيل اللي تكون قوية وغزيرة إن شاء الله. أتمنى أن استفدتوا من هذه الفيديو، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار بخصوص هذا الموضوع أو أي موضوع ثاني ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.